السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني المتتبعين والمتتبعات الأوفياء لقناة مشاريع أكادير. اليوم معطل شوية، تعطلت عليكم الصباح ما درت والو، ولكن بغيت نوري لكم هذه المناظر هذه الجميلة في حي ليراك بوركان. المهم راه الصور بدون تعليق. كاين واحد النظام هنا في هذه الشارع هذا، وكل شيء كيحترم القانون وما كاينش احتلال الملك العمومي الحمد لله. كما كتشوفوا معايا ما كاين حتى شي احتلال ديال الملك العمومي، والناس تبارك الله راه كيتلاقاو من يدوزو. ايوا هذا الشيء اللي بغينا، بحال هاد الشوارع دابا هادو ان شاء الله اللي بغيناهم يكونوا في مدينه اكادير. كما كتشوفوا معايا هنا راه الشارع تبارك الله راه كل شيء كيحترم القانون، كل شيء كيحترم القانون، ما كاينش احتلال الملك العمومي كما كتشوفوا نهائيا. والراجلين راه ما كيلقاوش واحد الصعوبه كبيره بانهم يوصلوا للمقاصد ديالهم. بالنسبه لهذا الشارع هذا راه هو شارع الامام البخاري بحي ليراك بوركان، شارع الامام البخاري بحي ليراك بوركان. نتمنى ان هاد الفيديوهات هادو يكونوا كيستافدوا منهم الناس ديال مدينه اكادير والناس اللي عايشين على برا اكادير. هادي دابا صيدليه النصيحه، فارماسي دي كونسيل. هنا دابا غادي نخرجوا دابا من ليراك بوركان وغادي نتجهوا دابا ان شاء الله وبحول الله في اتجاه الحي ديال الورجة في الله، من اقدم الاحياء اللي هو كان عباره على تعويض ديال دور الصفيح. وتحيه للناس ديال دوار رجا في الله، الناس القدام تحيه لهم من هذا المنبر الا كانوا كيشوفوا هذا الفيديو هذا. هيك من تما من دوار رجا في الله غادي ندير لكم الفيديو الثاني ان شاء الله اللي غادي نوريكم منين غادي ندوز في الطريق للمداري الشمالي الشرقي ان شاء الله الا بغى الله، كل شيء بمشيئه الله. هنا كاين واحد الدودان لافان دي فيلم، هاو شوفوا معايا نهار تاودي شكون يصنع هذا الدودان، هذا داير بحال الجبل. راه حتى الفيديو دابا راه خايبان لكم الدودانات، ما عرفت هادو اللي دابا اللي كيكلفين بهاد الدودانات والله ما عرفت. ها واحد اخر حتى هو ما عرفت هذا واش دودان ولا ما عرفت. دابا غادي ندوزو لدوار رجا في الله الخوت باش نوريكم منين غادي ننطلق. ديما حضيو الخوت مع الطاكسيات لان الطاكسيات عندهم الله يحسن العوان تا هما راه عندهم لاروسيت كلشي عارف. اذا هو هذا الخوت دوار رجا في الله، هو هذا كما كتشوفوا معايا هنا هذا دوار رجا في الله تا هو راه ما كيعرف كيعرف واحد النظام كبير وما كاينش الاحتلال ديال الملك العمومي كما كتشوفوا. زعما القضيه مزيانه هنا مزيان القضية كما كنقول. كما كتشوفوا معايا هو هذا دوار رجا في الله راه ما كبيرش بزاف، هو راه كيشد لينا على القدس. تحية للساكنة ديال القدس من هذا المنبر هذا. القدس حتى هو واحد الحي مقارنة مع لي زاميكا، الحي ديالنا مقارنة مع النظارة جديد، ولكن مقارنة تاني مع السلام وداك الشيء راه قديم عليهم. كما كتشوفوا معايا هنا في حي دوار رجا في الله راه كاين شحال من واحد دابا مازال ما مازال ما دار اير بلس 2، كاين اللي دار اير بلس 2 ولكن حسب الاستطاعة ديال الانسان. المهم المهم دابا في هذا الفيديو كنتي دابا في دوار رجا في الله ولا كنتي في القدس وبغيتي تمشي للطريق المداري الشمالي الشرقي، اش غادي دير؟ غتكتشفوا معايا دابا الفيديو اش غادي دير. نورمالمون دابا نورمالمون كون كان هنا الرون بوان كما كتشوفوا معايا هنا نيشان غادي ندوز مع هذيك الطريق، غندوز مع داك غندوز مع الرون بوان نمشي نيشان. دابا لا، ها فين خاصني نمشي انا دابا؟ خاصني ندور من هنا كما كتشوفوا معايا، انا غندور من هنا، انا غندور من هنا الا بغى الله. وردوا البال دائما هنا هادي راه طريق كبيره كما كتشوفوا، ها هو السات يمي الله داز سيتي كومباني دو ترونسبور ماروكين. دا
دابا انا غادي نشد هذا الطريق مراكش هادي، واول حاجه غادي ندوز عليها هو هاد اللبسه، هادي اللبسه اللي هي اللي كيسول على اللبسه الخوت، وعندي شويه ديال الفلوس وبغي يقيدو ولادو في هاد اللبسه، راه غايدوز الكونكور، ما عرفتش متى يدوز الكونكور كيدخلوا ليها. هي هادي يونيفرسيتي بريفي دو لا سونتي اي دي سيونس داكادير، هي هادي الخوت، راه تبدا هاد العام. تحية للأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات، كنعاود نقولها، تحية للأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات الذين ساهموا في التخفيف. شو واحد شحال غادي واو 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 حيلا غادي في لوطوروت كلفني هذا كاع ما خلانا نكملو. تحية للأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات الذين سهروا على عناية الجرحى المتضررين من زلزال حوز تالودانت، وتحية كبيرة كبيرة بزاف للبومبية رجال الإطفاء، تحية عالية لرجال الدرك الملكي، وتحية عالية للقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية اللي ضربوا تمارة ضربوا تمارة فاش هذا سميتو فهاد العمليات الإنقاذ. هما اللي صفوا عباد الله اللي جبدوه من تحت الأنقاض، ما ساهلش داكشي اللي دارو. تحية عالية حتى دوك دوك اللي كيديروا دابا كيفكوا العزلة، اللي كيهرسوا الحجر وداكشي اللي خدامين في القنبلانات، حتى هما راه كيضربوا دابا تمارة. باقي دايرين الاشهار ديال التيميتار، الله يعينكم الله اودي، نتوما على التيميتار ديالكم يعينكم الله. انا دابا الخوت غادي ندور على اليمين، شتو دابا شتو معايا مزيان، انا دابا درت على اليمين باش تفهموا، ما كانش بالامكان ديالي انني ندور على الرومبان، لان اصلا ما دايرينش الرومبان، دابا انا درت على اليمين دوني هاكا غادي نضرب هاد الطريقة هادي اللي هي فرعية، هاد الطريقة هادي راه قديمة، ولكن تا هي خصها تعاود، تا الطريقة هادي خصها تعاود كيما كتشوفو معايا. هنا راه كيقادو داكشي ديال لي زيكو، كيقادوهم دابا. الناس راه ولاو تيعرفوا الطريق كما قلت لكم الخوت، دابا راه الناس صافي دابا ولاو تيعرفوا الطريق صافي اين فوا دابا. المهم حنا كنساهموا واحد القسط اللي هو خفيف، ماشي فهمتوني، ماشي زعما هي البلاكه دابا كتبدا من هنا كما كتشوفوا معايا، شوفوا معايا البلاكه ها هي. كما كتشوفوا معايا البلاكه مطار المسيره ميناء اكادير الصويره مراكش، مازال ما داروا مازال ما قادوها. اذا انا الخوت انا غادي نحبس هنا باش ندير الفيديو الثاني ونوريكم الطريق المداري
شمالي الشرقي ما تنساوناش عافاك بالبارطاج ولي لايك. راه القضيه بدات كتنعس وراه بنادم القضيه راه فاش كتنعس راه كيخلي الانسان انه يحبس كاع هادشي نورمالمون. هكذا تشوف ما كاينش الدعم ما كاين والو. يلا الله يعاونكم.